كتب الشيعي أنه من فضلك. نعم فضلك. القانون لا الحقيقة هاي حكيت الحقيقة أمام. شكرا. نعم. سؤال آخر عندك محذور مثلا ليش تسألني السؤال؟ اسأل المعنيين نفسه. أنت كنت رئيس دولة أكيد كل شيء تعرف. أنا ما تعرض علي جثث أنا مو مدير مقبرة. نعم ولكن برأيك وأنت هسه قلت بأن إذا كان هناك محذور لما تكون صحفي وتجي تسألني جاوبك. أما الآن أنت دعاء ما عندك جواب. أنا أعتقد كل هاي مزورة. نعم جوابي قد يكون كل هذه مزورة. أما هل هي مزورة أم غير مزورة تستطيعون أن تتأكدوا من الأطراف المعنية. نعم. إذا قال لكم رئيس محكمة الثورة أنه حاكم ناس بهذا السن اللي تتحدثون عنه وهو صادق. نعم. وإذا قال أني حاكمتهم وصدرت عليهم أحكام وكاتبت رئاسة الجمهورية بأعمارهم فهو صادق أيضا. كل صفوف الاعداء واحد المحكمه دقيقه اساتذه ليش المستعجلين ليش زهقانين ست بشرى انا بس طريقه ثواني احنا نجي محكمه عادله انا كلمه بعدين راح اطلب الكلام قررت المحكمه فتح دعوه على المحاميه بشرى خليل وفق المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتتخذ إجراءات بحقها وترسل محفورا إلى محكمة التحقيق. استاذ روف أنت كمتهم تتلاحظها أنت قبل الكل تلاحظها يعني هي على طول يعني ده صيّع احنا نعطيها فرصة تسمح لسيادة الرئيس كلمة دقيقة دكتور سؤالك المحكمة مفتوحة محكمة تبث إلى العالم وباسم هيئة الدفاع وباسم موكلي ولتحقيق العدالة ولإزالة الشكوك أطالب حضرتك بالتنحي عن هذه ورفع يدك عن هذه القضية نسمع أنت بالأساس مقدم الطلب للجهة الخطأ ومن وكلاء الدفاع الصبر والتحمل قررت المحكمة صرف النظر عن عقوبة المحامية بشرى خليل استناداً إلى الجملة الأخيرة من المادة 153 من الأصول الجزائية على أن تتقيد بالأصول مستقبلاً صدرت بأحكام فالأحكام صدرت وفق قانون العقوبات العراقي الساري يعني ما أعرف هو يعني طيب أنا آسف